السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في الفيديو الخامس وأول فيديو في الطابق الثاني في الكورس بتاع 1 أوتو كمبيوتر أركيتكتشر من سلسلة فيديوهات فروم زيرو، واللي بعنوان أو الطابق اللي بعنوان ALU أركيتكتشر، واللي هنناقش فيه الجزء بتاع اللوجيك والأريتماتيك أوبريشنز اللي بتتم جوه الALU. تعالوا نركاب تاني من الطابق اللي فات. السنترال بروسيسنج يونت بتاعتنا بتتكون من ايه؟ دايما احنا بنبص الموضوع من فوق، السنترال بروسيسنج يونت، بعد كده هنمسكها في الفيديوهات اللي جايه حتى دايما هنبص من فوق، نخش في واحد من المربعات دي وبعدين نرجع تاني وهكذا. السنترال بروسيسنج يونت كالعاده هي لما اتكلمنا في الكمبيوتر زمان قلنا بتتكون من سنترال بروسيسنج يونت وميموري وشويه اي اوز. ادي السنترال بروسيسنج يونت بتاعتنا، وادي الميموري بتاعتنا سواء كانت رام او روم. اتكلمنا المره اللي فاتت عن انواع الميموريز المختلفه وقصتها وازاي بتشتغل والتكنولوجيز بتاعتها بتفرق من بينهم بعضيها في ايه اند سو اون. وادي الاي اوز بتاعتي اللي هي الاي او انترفيسز اللي بتتعامل مع العالم الخارجي. تعالى بقى نتكلم شويه في العقل المدبر ده من جوه بيشتغل ازاي، او هو بيتكون من ايه من جوه. السنترال بروسيسنج يونت هو عباره عن ديفايس او الهاردوير سيركت المسؤوله عن getting الاسمبلي انستراكشنز او الماشين انستراكشنز من جوه البروجرام ميموري. هو اللي بيعملها دي كود، بيفهمها ويعرف ايه المطلوب منها، وبعد كده يبدا يكنترول السيركتس اللي جواه علشان يعمل اكسكيوت الاوبريشنز ديت، بيجمع بيطرح بيضرب بيقسم ويطلع في الاخر ريزلت. علشان يقدر يعمل ده انترنالي من جواه بيتكون مينلي من 3 يونتس. طبعا قدام شويه في الاواخر هنبدا نتكلم ان في حاجات اكتر من كده، بس خلينا نتكلم في سمبل سنترال بروسيسنج يونت. هل ان هو انترنالي من جوه بيتكون من 3 يونتس. الثلاثة يونتس دولت هما الاريثماتيك لوجيك يونت، واليونت الثانيه اللي هي الكنترول يونت، واليونت الثالثه اللي هي الريجسترز. الاريثماتيك لوجيك يونت هي اليونت المسؤوله عن الجمع والطرح والضرب والقسمه، ده الاريثماتيك اوبريشنز. اللوجيك اوبريشنز زي الاند والاور والاكس اور والشيفت رايت والشيفت ليفت وكل اللوجيكال اوبريشنز اللي احنا اتكلمنا عليها في الكورس اللي فات اللي هو 101 لوجيك ديزاين. اما الكنترول يونت فاليونت المسؤوله عن حاجتين، اول حاجه ان هي بتعمل عمليه الديكود بتفهم الانستراكشن، تاني حاجه انها بتطلع الكنترول سيجنالز علشان تختار الاوبريشن اللي هي هتتعامل معاها في الاي ال يو. بتستدلكت الاي ال يو تشغل السيركت بتاع الجامعة، سيلكت الاي ال يو تشغل السيركت بتاعت الضرب بتاعت الان بتاعت الاور اند سو اون. وكمان هي اللي بتكنترول الادرسي ازاي، اللي بتبعت الادرس سيجنالز للريجسترات عشان تقرا منها الاوبرانز، او حتى للميموري علشان تكتب او تقرا عليها. الريجسترات وهي عباره عن ميموري يونتس ثانيه انترنال جوه السي بي يو، ودي بتتكون من مينلي حاجتين هنتكلم عنهم ان شاء الله بالتفصيل، بس من فوق الوش كده Special Purpose Registers أو General Purpose Registers. الـ Special Purpose Registers بيبقى ريجسترات ليها Specific Functionality، أما الـ General Purpose بيكون ريجسترات ليها General Functionality. Mainly مؤقتا لحد ما نشوف إن شاء الله التفاصيل، ريجسترات بتهولد الـ Operands بتاعة الـ Operations المختلفة. يعني أنت لما تكون عايز تجمع رقمين على بعض، الـ Values بتاعتهم بتتحط فين؟ بتتحط جوه الريجسترز. لسه في تفاصيل كتير، لما ان شاء الله نوصل لمرحله الريجسترز في الفيديوز اللي جايه هنتكلم ان شاء الله عنها. طيب خلينا نتكلم عن اول يونت معانا النهارده اللي هي الاريثماتيك لوجيك يونت. الاريثماتيك لوجيك يونت هي عباره عن يونت بيخش لها مجموعه من الاوبريشنز، او اسف مجموعه من الاوبرانز وكنترول سيجنالز. الاوبرانس هي عباره عن البارامترز اللي هتخش عشان يتعامل عليها الاوبريشن المختلفه. انت مثلا عايز تجمع اي زائد بي، فالاي والبي الكونتنت بتاعهم ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الاوبراند بتاع الاوبريشن المختلف. مجموعه الكنترول سيجنالز، مجموعه الكنترول سيجنالز اللي بتختار احنا هنعمل ايه بالظبط، هنسلكت اي اوبريشن بيز ده على الانبوت اللي جايه لها من الديكود يونت اللي عمل الديكود للانستراكشن وفهمت المفروض هو يعمل ايه. وبتطلع تو تايبس اوف اوتبوتس. الاوتبوت الاولاني هو عباره عن الريزلت نفسها، اللي هي لما بتجمع انت رقمين على بعض بتبقى ايه؟ ريزلت الجمع، ريزلت الطرح، ريزلت الضرب، ريزلت القسمه، ريزلت الاند، ريزلت الاور اند سو اون. وكمان بتطلع حاجه اسمها ستاتس فلاجز. الستاتس فلاجز دي هي عباره عن انديكيشن بيتس بتقول
شكل الداتا دي عامل ازاي. يعني مثلا ممكن تقول لك الداتا دي بتساوي زيرو ولا لا، ممكن تقول لك الداتا دي فيها اوفر فلو ولا لا، الرقم اللي طالع ده رقم بوزيتيف ولا نيجاتيف، الرقم اللي طالع ده فيه كاري زيادة ولا لا، سو اون. دي لازمة الفلاكس، ودي بعض الانستراكشنز بتستخدمها علشان تنفذ كنترول اوبريشنز معينة. طيب انترنالي كده ال ALU من جوه ممكن نفكر فيها كأنها بتتكون من 3 مين يونتس، الاريثماتيك يونت واللوجيك يونت والشيفت يونت. الاريثماتيك يونت هي اليونت اللي بتعمل الاريثماتيك اوبريشنز، جمع طرح ضرب قسمة. اللوجيك يونت هي اليونت اللي بتعمل لوجيكال اوبريشنز اند اور اند سو اون، والشيفت يونت اللي بتعمل الشيفت اوبريشنز، هنتكلم برضو ان شاء الله عنها بالتفصيل. كل يونت من دولت بيخش لها التو اوبرانز، زي ما احنا شايفين كده احنا عندنا تو اوبرانز هنا. الاوبراند الاولاني اللي هو الاي 7 داون تو 0 دي معناها ان هو 8 بيتس اوبراند، والبي برضو اللي هو 8 بيتس اوبراند، بيخشوا يتجمعوا على بعض او يتطرحوا من بعض او 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 وات ايفر الاوبريشن هتعمل لنا ايه، وبعدين يطلع الاوتبوتس بتاعته. الاوتبوتس دي بتتصدر لمالتيبلكسر في الاخر، المالتيبلكسر ده بيخش له انبوت مهم جدا هو عباره عن سيلكتور، السيلكتور ده هو اللي بيختار نوعيه الاوبريشن او نوعيه الاوبريشن من بره كده اللي احنا هنستخدمها، سواء الاوبريشن دي كانت جمع طرح ضرب قسمه. هنلاقي ان الست بتات بتوع السيلكتور متقسمين 4 و2، الاربعه اللي بيسلكتوا الاوبريشن ان جنرال، والاثنين دولت هم اللي بيسلكتوا الانترنال اوبريشن في كل واحد من انواع الثلاثه المختلفين. يعني مثلا لو افترضنا ان انت داخل هنا 2 بيتس، معناها ان كل بلوك من دول بيسبورت 4 اوبريشنز، تمام؟ ده مثلا ممكن يكون بيسبورت جمع او طرح وضرب واسم، وده ممكن يكون بيسبورت اند واور واكس اور ومثلا نوت او اكس نور مثلا، ده ممكن يكون بيسبورت شيفت رايت وشيفت ليفت وروتيت رايت وروتيت ليفت. ف الاربعه بيتس دولت ممكن استخدمهم ان انا سيلكت النوعيه دي من بره، وبعدين الانترنال 2 بيتس دول سيلكت الانترنال اوبريشن بقى. يعني مثلا ممكن اختار الاربعه بيتس دول بفاليو عشان اسلكت انا عايز اريثماتيك اوبريشن، ماشي، ومن جوه الاريثماتيك اوبريشن ال 2 بيتس دول يختاروا لي احنا عايزين نعمل ايه. يعني مثلا ممكن يبقى المنظر بتاعي كالاتي، مثلا انا داخل لي رقم بيكون من 6 بتات، الرقم ده هو عباره عن 0 0 0 0 0، ماشي. البلوك ده من جوه برضو عنده انترنال مالتيبلكسر، هنشوفه زي ما هنشوفه قدام شويه. جواه 4 سيركتس اديشن، والسلكشن بتاعها بيكون 0 0 مالتيبلكيشن وسوري سبتراكشن، والسلكشن بتاعها بيكون 0 1 و مالتيبلكيشن والسلكشن بتاعها بيكون 1 0 و ديفيجن والسلكشن بتاعها بيكون 1 1. فده كده الاديشن وده السبتراكشن وده المالتيبلكيشن وده الديفيجن، ماشي. فانت لما تبعت انستراكشن ده زي ده 0 0 او التو بيتس عندي 0 0 معناه ان هم هيسلكتوا الاديشن من هنا. مش هعرفك ان احنا اصلا هنعدي الاديشن، الاربعه بيتس دولت اللي هم بيخشوا على الفور بيتس دولت هم اللي بيسلكتوا احنا هناخد ده ولا هناخد ده ولا هناخد ده ولا هناخد ده. طبعا بالنسبه للاوبشنز اللي عندنا 4 بيتس كتار جدا، احنا محتاجين بس 2 بيتس عشان نسلكت الناحيه دي او الناحيه دي او الناحيه دي، بس هي دي بقى الرسم اللي لقيتها وخلاص يعني، تمام. طيب فالاربعه بيتس دولت عبروا سلكشن، احنا عايزين ايه اللي هو 4 0، وبعدين 0 0 في الاول ده اختار ان احنا عايزين من هنا الاديشن بس، وبالتالي ريزلت الجمع بتاعت الاي مع البي هتطلع لك اي بلس بي هنا، والاي بلس بي ده هو اللي هيعدي ويتسلكت هنا، ماشي. لو انا اخترت مثلا 0 0 0 1 1 0 مثلا، ف 0 0 0 1 دي اللي هي 0 1 اللي في التو بيتس دول دولت اختار السكه اللي هنا، ماشي. يبقى انا مختار ان جنرال لوجيكال اوبريشن، وال 10 اللي هنا ده اختار الاوبريشن رقم 3 0 1 2 جوه اللوجيكال اوبريشن. فلو افترضنا مثلا ان انت عندك 4 انبوتس 0 0 0 1 1 0 1 1،
الأولانية مثلا أند، والتانية أور، والتالتة مثلا ناند، والتالتة مثلا نور. فهلاقي ايه؟ هلاقي ان انا مختار هنا واحد زيرو، يعني انا عايز اعمل ناند اوبريشن. مختار هنا زيرو زيرو هون، يبقى انا محتاج اعمل لوجيكال اوبريشن. فالاي والبي اللي دخلوا هنا اتعمل لهم ناند، هيطلع الريزلت هنا ويطلع الاوتبوت على طول. طبعا الاوتبوت هنا المفروض يكون 7 داون تو 0 مش 5 داون تو 0، دي جاست غلطه مطبعيه. دي ان جنرال كده الاريثماتيك لوجيك يونت من فوق الوش.